هذا الفستان ما يستاهلش ولا ما يسحقش أدوات كامل بزاف. كامل بخير وعلى خير بوما صافا الحمد لله. فيديو اليوم كيما شفتوا في العنوان راح يكون رسم فستان بالوان خشبيه فقط. على بالي بزاف منكم راح يفرحوا بهذا الفيديو، انا وحده من الناس اللي حبيت ندير لكم هذا الفيديو صافي لونطون باسكو كاينين بزاف بنات اللي هذا وين دخلوا في هذا الدومين وما عندهمش بزاف ادوات باش يديروا فساتين محترفه ولا فساتين شابه. انا نقول لكم في هذا الفيديو ولا المعنى تاع هذا الفيديو والهدف تاعو هو تقدري تديري فساتين شابه ومحترفه بالادوات اللي عندك برك في الدار وهي الوان خشبيه بسيطه. دونك نبداو الفيديو على بركه الله، ومقبل ما نبداها اذا مازال ما اشتركتيش في القناه واش راكي تسناي؟ اشتركي في القناه بالضغط على الزر الاحمر اللي تلقاه تحت هذا الفيديو والضغط على الجرس. البنات الجرس مهم بزاف باش يلحقوكم كامل لي فيديو في الوقت اللي نحطوهم فيه. ضغطوا على الجرس هذاك وما تنسونيش بامتي لايك هكذا باش تدعموني. نبداو الفيديو على بركه الله. اول حاجه نديروها كما راكم تشوفوا انايا لونت البشره تاع العارضه تاعي هكذا باش ما نطولوش بزاف لا فيديو. واذا حبيتوا تعرفوا كيفاش لونتها نخلي لكم الفيديو ديجا درته مقبل تلوين بشره تاع العارضه، دونك نخليه لكم هنايا كالكو باغ روحوا شوفوه، نخليه لكم ثاني في تحت في صندوق الوصف روحوا شوفوها اذا مازال ما شفتوهاش. اي كذلك العارضه ديجا درت لكم هذه الوقفه، دونك نخليهم لكم بين زوج تحت في صندوق الوصف روحوا شوفوا لا فيديو اذا حبيتوا. دونك اول حاجه نديروها هي نرسموا الفستان تاعنا. انا ديجا خططته تخطيط بسيط برك، دوكا نعاودلو من فوق. دوكا رايحين نفصلوا الخطوط الزائده. ثالثة مهمة بزاف البنات هي نحتاجو قلم اسود ولا قلم رصاص اسود ولا سيالة سوداء ولا اللون تاع الفستان اللي حابين تلونوا به، مثلا الاخضر او الازرق او الاصفر. تقدروا تستعملوا اي لون يكون قلم هكذا مليح باش نبرزو به الخطوط تاع الفستان تاعنا ونحددوهم به يبان يعطينا منظر شباب. دونك انا رايحه نبرز الخطوط تاع الفستان تاعي ونولي لك. سي بون كملت تراسيت ولا كملت برزت كامل الخطوط تاع الفستان تاعي ومحيت الخطوط الزائده تاع القلم الرصاص محيتها بالممحات ودركا وقت التلوين. دونك انايا رايحه نلون الفستان تاعي باللون الاخضر. دونك حبيت برك نصيحه البنات، انا هذوما الالوان تاع اللون الاخضر الاقلام الخشبيه اللي عندي متوفرين عندي. نصيحه البنات اذا حبيتوا تلونوا فستان بالالوان الخشبيه ننصحكم انكم تختاروا اللون اللي فيه متوفره فيه درجات الوان كثيره. مثلا في اللون الاخضر انا عندي هنايا اللون الاخضر يكون كيفاش يقولوا له داكن، من بعد داكن اكثر، من بعد داكن يزيد جوغي يبدا يتفتح بشويه. سلام البنات راني معكم في المونتاج وعرفت بلي لا كاميرا كانت في الميني فلو هذا المقطع. دونك حبيت برك نفهم لكم واش كنت ندير هنايا. شديت قلم خشبي اخضر وبديت نحدد الفستان تاعي. دونك نتوما بالقلم باللون تاع الفستان تاعكم اللي تحددوا الفستان. فوالا دوكا راني حددت كامل الخطوط الاساسيه ولا الخطوط تاع الفستان تاعي باللون الداكن كامل فيهم. ودوكا واش ندير، انا راني حابه هذا الفستان القصير اللي يجي في لابوبي، لا راني حابه في هذا الفستان القصير حابه ندير فيه زخرفات. دوك واش ندير، حندير زخرفات صغيره. جور كي تحبوا تزخرفوا الفستان تاعكم زخرفوه مقبل ما تلونوا عليه، باسكو كي نلونوا عليه يجي صعيب نرسموا فوق اللون الخشبي.
كل نقطة تصلت بين هذه النقاط، دونك هذه النقاط كامل رايحين نرسموا فيهم مثلثات صغيرة. بيان سور هذه كل وحدة كيما تحب تنقش الفستان تاعها. انا عجبتني جون، ماشي مثلثات مثلثات، نقاط واحد اخرين فوالا هكذا. جيسبر تكون هاي تبان لكم. شوفوا كيفاش راني ندير. شوف اذا حبيتوا تدي من تدوا من عندي ليدي ولا الفكره. دونك رايحه نكمل كامل الفستان تاعي هكا بهذه النقاط ونولي لكم باسكو حيولي الفيديو طويل بزاف. سي بون راني كملت، يدي وجعتني مي بون معليش. دونك كيما قلت لكم درنا دي بيتي كاري ولا دوائر صغيره في هذوك النقاط اللي توصلوا الخطوط ليسونسي. راكم فهمتوني بلا ما نشرح. دوكا واش نديرو؟ دوكا رايحه نحمق شويه على هذوك اللي خليت هنايا خط منا وخط منا وخط، دونك خليت في الصدر وهنايا في نهايه الفستان وهنايا كذلك في اليدين خليت شريط. رايحه نعاود له بالقلم الاسود. هذا الفستان ما يستاهلش ولا ما يسحقش ادوات كامل بزاف، دونك ادوات متوفره تقريبا عند كل بنت تحب المرسم. دونك ان شاء الله في النتيجه النهائيه جيسبر تسيو ولا تحاولوا تبعثوا لي محاولاتكم على الانستغرام، واللي متبعيني في الانستغرام مالفيني يبعثوا لي محاولات تاعهم اشك فوا. ميرسي بوكو ونقول لكم ربي يوفقكم ان شاء الله. بزاف شابين ويعجبوني توجور ما يخيبوش ظني. سينو اللي مازال ما تبعونيش في الانستغرام نخلي لكم هنايا الانستغرام تاعي، روحوا شوفوا توجور نحط فيها عفايس جدد ما نحطهمش هنايا في اليوتيوب، نحط نصائح. دونك دونك فوالا وبعثوا لي نتوما ثاني نريبوندي لكم على كامل الاسئله اللي حبيتوها. دونك فوالا دوكا واش نديرو؟ نعاودو بالقلم الاولاني اللي رسمنا به ولا درنا به الخطوط الاساسيه تاع الفستان، نعاود نلون به هذا الفستان على داخل. نوريكم واحد لاسوس دوكا كي نكونوا نلونوا المناطق اللي حبيت نخليها مضيئه ولا تكون فاتحه ما نلونهاش بهذا القلم، ورايحه نلونها بهذا القلم اللي يكون كلير اللي يكون فاتح. وشنو هاد المناطق اللي تكون مضيئه بزاف في الفساتين؟ هي منطقه الصدر يكون واحد المنطقه مضيئه فيهم، وكذلك هنايا منطقه هنايا في الجهه تاع الرجل، ومن ذاك يكونوا في اليد. انا راح ندير في الصدر شويه في الكتف وشويه في اليد. كيفاش ندير؟ كي نكون نلون نخلي منطقة ما نلونهاش. كيما كتشوفو راني نخلي مناطق ما نلونهمش. الحاجه الوحيده اللي نكرهها في التلوين بالأقلام الخشبية هي اني نبقى نبري 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 وما نحبش نبري. وشنو هو اللون اولا القلم الخشبي اللي يخلص لكم توجور بالخف؟ انا يخلص لي توجور بالخف النوار الاسود، اللون الاسود يخلص لي هو توجور الاولاني. دايوغ شوفوا قد من ولا اللون الاسود تاعي، شوفوا ايماجي فوالا. اي كذلك نصيحه راني في هذا الفيديو غير نصائح، دونك هكا ان شاء الله باش نفيدكم اكثر. كي تبداو تلونوا باللون الخشبي لونوا على نفس الاتجاه، اذا بديتوا تلونوا هكا لونوا هكا، اذا بديتوا تلونوا دوائر لونوا دوائر، مي انا نحب توجور نلون هكذا هكذا باش ما نخلو حتى بلاصه ما نلونوهاش. فوالا دوكا كملنا بهذا اللون، نروحوا نستعملوا هذا اللون. انا الاقلام الخشبيه تاعي راني بلا مارك فيرتكس، راني نستعمل لا مارك فيرتكس بزاف هايله البنات ننصحكم بها، اون بلوس ماشي غاليين بزاف. دوكا لون خفيف برك على هذوك البلايص ولا المناطق اللي خليتهم ما لونتهمش. شعاع بزاف شباب. دوكا راح نلون الفستان كامل على الداخل نكملو بعدا نروحو للخارجي. دوكا واش ندير؟ نشد لون اسود نفوت
خفيف برك على المناطق اللي راني حابه نظلمها هكا. ماشي اوبليجي يبان لنا اللون الاسود، وانما احنا الهدف تاعنا هو انه نظلموا اللون الاخضر راح نرجعوه اكثر داكن اكثر داكن. فوالا ندوروا على المناطق اللي كانت فاتحه هكذا باش نبرزوها اكثر، وكذلك نبرزوا الطيه تاع الفستان تاعنا اللي هي تجي هكذا بهذا الشكل. شوفوا كيفاش هي تمشي المانكان، دونك راح نميلوها نبرزوها بشكل خفيف برك سي باو بيجي تبان بزاف هكذا. وكذلك منطقة الصدر حاجة باينة هكذا. نستعمل كذلك اللون البني الداكن، ونفس الشيء ندير نفس الخدمة مع كما درت في اللون الأخضر في اللون الأسود عفوا. الفيديو هذه إن شاء الله ما تجيش بزاف طويلة، ماني حاسات لها حتكون طويلة، تفرجوها حتى الاخر باسكو فيها بزاف بزاف نصائح مانيش حابه نزربها لكم ولا هكا باش نفيدكم اكثر. دونك فوالا كملنا الفستان من الفوق، واش راح نديرو دوكا؟ رايحين نلونو الفستان على برا. دونك في الفستان على برا واش ندير؟ الفستان على برا نحتاج هذا الثلاث الالوان. راح كيما جوزت دوكا نعاود نخشن شويه هذا اللون بهذا اللون نفس اللون، من بعد نروح فوق هذا ندير شويه من هذا، من بعد نخلي كيما خليت هنايا شويه مناطق مضيئه ونلونها بهذا اللون. دوكا كل حاجه تبان في الفيديو، تبعوا الفيديو سهل. واخيرا دوكا راح نستعملوا هذا اللون راح نعاودوا فوق اللون الاخضر اللي درناه قبل ونخرجوا شويه ماشي بزاف. هذا اللون البنات اذا ما كانش متوفر عندكم تقدروا تستغناو عليه هكذا. دوكا حان وقت اللون الاخضر الفاتح هذا، راح نلون به الاماكن اللي بقات لنا بشكل خفيف دوكا. وقت لون الاسود والبني، يعني نديروا لهم نفس العمليه اللي درناها مقبله. دونك نحتاجوا الاول شيء اللون الاسود بشكل خفيف خفيف جدا فوالا. دوكا نروحو للون البني الداكن ونعملو نفس العملية. نديرو بالممحى، الممحى رايحين نضيفو ضوء خفيف خفيف على الفستان تاعنا بالممحى، نمسحو شوية هكا خفيف برك. شوف كيفاش يجي مدنا ضوء خفيف برك. تقريبا انهينا الفستان تاعنا، بنجح شويه برك
ونضيف لمعه صغيره باللون الابيض اللي ماشي متوفر في الالوان الخشبيه للاسف. رايحه نستعمل لون ابيض. ما جبتش لا باليت تاع اللي نخلط بها لي كولور معايا. حنستعمل هذه هنايا. شوفوا معايا شديت سياله فارغه وندير نقاط. ماشي اوبليجي هذه الخطوه، انا كان اللي حبيت نديرها نقاط خفيفه على الفستان تاعي هكا باش مدليله مع خفيفه. انتما قولوا لي اسكو حبيتوها بهذا النقاط ولا بلا نقاط مقبل ما نحط هذا النقاط ولا هذا اللمعه. اكتبوا لي في التعليقات قولوا لي كيف حبيتو. تلفت الفيديو حبوباتي، جيسبر تكون عجبتكم واستفاديتوا منها، واذا عجبكم الفستان شاركوني محاولتكم في الانستغرام، نخلي لكم الانستغرام تاعي تحت في صندوق الوصف، روحوا شوفوه. دونك فوالا، اذا عجبتكم الفيديو وعجبكم المحتوى تاعي ما تنسونيش بيان سور بالاشتراك، واذا مازال ما اشتركتوش بالضغط على الزر الاحمر تلقاوه تحت هذا الفيديو، وبيان سور لايك هكا باش نعرف بلي عجبتكم الفيديو. تهلاو في رواحتكم، تهلاو في الناس اللي تحبوهم، تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.